sende. Çok güçlü gibi gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır, şaşırtmaya. مرحبا، قلت لحالي بيجي لعندك وبجيب لك هاي بطريقي. صحيح عمر، بدي اقول لك هالباب ما حبيته ابدا، الباب الاحمر القديم كان احلى منه. تذكرته للباب القديم؟ خلينا ندهن هالباب او نغيره. تعال نفوت يلا. هي انتي؟ ايش شو هالصدفة الحلوة هاي؟ انبسطت كتير اني شفتك. كيفك؟ ما شاء الله مبين انه منيحة. يظهر انك مشغول بخاطرك. ديما، ديما. عمر مو حابة احكي. ايه انت منيح ما هيك يا ابني؟ وديما كمان منيحة ما؟ ايه مناح، يعني على الاقل مناح هلأ. شو يعني هلأ؟ كيف يعني؟ شو قصدك بهالحكي؟ نأزني قلبي. حضرتك في شي حابب تحكي؟ يعني حاسة في بتمك كلام مو هيك؟ بس كأنه مو قدران تقوله. والله حضرتك لما اجيت هيك فجأة نحن توغوشنا شوي وقلقنا مو بإيدنا. يعني طمنا صاير شي ماله منيح؟ أمير يا ابني طمن قلبنا، إن شاء الله ما في شي صاير معكم. عمر هون. نعم؟ رجع. حتى هو وديما عم يشتغلوا بنفس المطرح، بنفس البناية، الطابق اللي فوقنا. كيف كيف؟ انت شو اللي عم تقوله يا ابني؟ ومش عم تعرفوا كمان هن رجعوا لبعضهم. قولي شو هالحكي؟ لا مستحيل، ما رح نصدق هذا الحكي، وبعد كل شيء صار من ورا مستحيل نصدق هالحكي. يا ريت يكون الحق معك، انا كمان ما بريد ديما تزعل بصراحة، لانه هي زميلتي بالشغل وانا بحترمها كتير وقيمتها كبيرة عندي. حرام. ما عم صدق اللي عم تقوله. الدنيا بلشت تلفيني، مو معقولة اللي عم اسمعه. يا ويلي عليكي، بكرة بس يتركها والله البنت ما رح تتحمل كمان، وأكيد بده يصير له شيء. خالته نوران خلاص اهدي خلاص. بس دقيقة دقيقة، هلأ هنن عن جد رجعوا لبعضهم مو هيك؟ حبيبي استنى، بلكي غير عمر. يعني شو قلت ناس اسمهم عمر بهالبلد؟ بيكون واحد تاني بس كمان اسمه عمر. لا عمر اللي بتعرفوه، يعني يلي تركها لديما وراح، يلي دمر لنفسيتها. رجعوا لبعضهم هلا. هو انا ما بصير لكم هالحكي، بس عمر وديما ما بيناسبوا بعضهم، انا متاكد. ولهالشي حبيت انكم تعرفوا بالموضوع. لا حول ولا قوه الا بالله، ما عاد فيني اخذ نفس. خالته حاسه بده يصير لي شيء، والله حاسه. نزار نزار قوم اتحرك نزار. خالته نوران اهدي. ستي انت بخير؟ اهدي شوي الله يخليكي. شو صار لك ستي؟ نهال جيبي مي، جيبي مي بسرعه. ستي ستي ردي علي، ستي ستي اصحي على حالك. ستي خلص ستي فتحي عيونك، ردي علي. الله يوفقك ستي، ردي علي. نهال جيبي مي بسرعه. اي يا ابني امير، يعني في شي حابب تقوله ومانك عم تقدر؟ نوب، يعني ما في شي مهم. انتو بتعرفوا انا المدير التنفيذي لشغل ديما. ماشي، يعني فيكي تقولي المدير العام. وبصراحة حابب إلكن ديما كتير مميزة بشغلة، والطريق مفتوح قدامها. يعني
إذا قدرت هي تحافظ على نفس المستوى رح تفتح شركة لحالها. عن جد عم تحكي؟ شو كلامك حلو يا ابني، والله ما بتصدق، فرحت لي قلبي من جوا. يعني برأيك هي شاطرة بشغلة وفيها تبدأ لحالها؟ والله شاطرة كتير. يلي بيشتغل مثلها بيوصل للي بده اياه. معك حق، والله بتمرق ايام كثيره ما منشوف وش بنوب، بس لما حضرتك عم تقول هالكلام قدامنا بيحس الواحد انه تعبه ما عم يروح على الفاضي. الدندوم بترفع الراس ولازم نشوف حالنا فيها. هي طبعا لكان حبيبتي هي بالوراثه. حبيبي ملاحظ انه الوراثه ما لها علاقه بالموضوع؟ ما لها علاقه، ما هيك؟ لا ابدا. عاش تحكوا. أنا بدي روح. طبعاً روح وخذ راحتك. يعني أنت وديما رجعتوا لبعضكم؟ وهلأ بدك تقولي إنه المشكلة مني أنا. بس حياتي أنا شو عملت هلأ؟ صحيح أنت كيف لقيتي ديما؟ يعني من وين عرفتي إنه هي هي البنت اللي ممكن حبها؟ يا روحي مو أنا اللي لقيتها لديما، أنت اللي لقيتها. ما فهمت شو قصدك؟ اسمع يا روحي، في مرة كنت بمطعم كانت تشتغل فيه وسحبتها من إيدها هيك لبرا قدام كل العالم وبستا. يعني أنت هيك فجأة تمسك بنت ما بتعرفها وتبوسها؟ يعني هالشي مستحيل. قلت لحالي هالشي مو معقول، وهي هي ناريمان. كيف يعني أنت وقتها كنت هنيك؟ إيه بالصدفة كنت بنفس المطعم. كذب طبعاً. ما رح كذب مرة تانية، بس صارت عندي عادة، شو بدي أعمل؟ حياتي أنا كنت جاي راقبك لا أعرف شو بده يصير بموعدك مع الصبية التانية. معنات أنا اللي اخترت ديما. أي طبعاً حياتي، أنتوا الاثنين مكتوبين لبعضكن من الأول. لولا هيك مين أنا لأقدر اتدخل بقدركن وباللي مكتوب عليكن؟ صدقني أنا ما بقدر اتدخل بهالشي. خلاص خلاص أنا بدي روح. لما منجمع 9 و5 بيطلع معنا 14. بكتب 4 هون وبحط 1 بالإيد. برافو عليها بنتي الشطورة. إيه شو الواحد اللي ضل معنا وين نحطه؟ هاد الواحد نحن منزيده على العدد اللي جنبه. إيه دخيل الشطور أنا. استني لأقوم أعمل كاستين كوكتيل. يا الله مين هاد اللي رح يجي بهالوقت؟ يمكن يكون عمو غسان. الله أعلم. هلأ منفتح ومنشوف مين. معقول غسان؟ بس أنا مالي مجهزة حالي بنوم. أمير؟ مرحبا. قاعدة أنا ولارا تحت. يا لارا كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا كتير منيحة يا عمو أمير. أي منيح، برافو عليكي. صاير معي شي ما عم صدقه، وحتى مو صاير من قبل. خلاص أنا فهمت عليكم، أنتوا الاثنين بدكم تحكوا كلام الكبار. راح روح على غرفتي. برافو عليكي يا بنوتي زكية. يلا تفضل اقعد. ايه هات لشوف شو هو اللي صاير معك. شغلة غريبة أمير، خوفتني. شوفي القصة عن أسيل خانو ولا شي عن أمك؟ لا يعني وقت اللي بتتعلقي بشخص بتصيري بتساوي شغلات مو من عادتك، قصدي مشان ما تخليه يزعل، بتتراجعي عن مبادئ حياتك، بتحسي حتى انك مستعدة تضحي. هو انا ما كتير فهمت. بس لانه خفت انه ديما تزعل ما قدرت اقول لأهلها انه هي على علاقة بعمر. تخيلي. فهمت. بس هذا الشيء معناته إنه بتحبها ومشاعرك كتير جدية.
بس هالشي مانو منيح. أنا ما بحب يصير معي هيك بنوب. أمير، تعرف إنه بدنا نشتغل مع باس يونس. هالوضع ما رح يساوي لنا مشاكل بين الشركتين، ما هيك؟ سيلا هلأ شايفة وقته هالحكي؟ بعتذر، الحق معك. تعرفوا شغلة؟ بحسوا لهالممثل. احكي حبيبتي، ايه شو ما عجبك؟ قولي شو، لا تحطي بقلبك. ما في شي نزار، بس هو اخذ دور الشر وطالع غليظ. طبعا. الله يحرسك ويحميك من العين يا ستي. ستي شو صاير هلا؟ يا بنتي يا حبيبة قلبي، لو تعرفي قديش بشوف حالي فيك يلي رافع راسي بين العالم. اخ يا بنتي، وين كنا وين صرنا؟ الله يوفقك يا حبيبتي. نهال؟ لكم بدي موت وعم تخبوا علي. لك لا، أمير مرق لعنا اليوم. مرق لعنا؟ شوفي ليش مرق يعني؟ ليش اجى لهون؟ شو حكى؟ شبك ديما مانك مستوعبة شي؟ والله بصراحة يا ديما، عم يقول إنه أنت ناجحة بشغلك. برافو عليكي، شطورة. بالله هيك؟ كتر خيره. أي والله يا بنتي، وهالزلمة كتير أكابر وبيوثق فيكي، طمن قلبنا عليكي. هذا غير إنه شخص مبين عليه فهمان، الظاهر إنه متربي على الغالي. معك حق، مثل ما قلت لك، يعني باين بيعرف شو عم يحكي ويتصرف، والله وازن كتير. أي والله يا نهال، هالشب كتير راكز ما شاء الله عليه. كتير فرحنا بهالحكي اللي قالوا عليكي، وصرنا نطمن إنه أنتي بخير الحمد لله. لو تعرفي شو رفعت راسي فيكي. هيك أنا أمنت عليكي، قلت هالبنت فهمانة وشو ما صار ما رح يصير عليها الشي إن شاء الله. أنا على الشط، تعي نحكي. ديما، تعرفي شو قلنا كمان؟ أنا جاي. قال بتقدري تبلشي بشغل لحالك. منيح. عيونه كانوا زرق للزلمة، ما هيك؟ ايه يا ستي، وبيشبه الممثلين الأجانب. ايه والله بينقله ألف مرة ما شاء الله عليه. إن شاء الله دايما هيك يطلع ناس طيبين بوشك يا بنتي، قولوا آمين. ايه إن شاء الله يا ستي إن شاء الله. يلا لكان أنا بدي استأذن منكم شوي، بدي أطلع شم شوية هوا وإرجع. لعند سمعه؟ لا مو لعنده، لا بس في زميلي من الشركة حكى معي وهو قريب من هون، رح نشرب شاي ونرجع. يعني من الشركة؟ ايه طبعاً. ايه روحي إذا هيك. روحي. طيب ماشي. الله معك يا بنتي، الله يكون معك ويحميكي. حملتي حالك ورحتي وبلا ما تسمعي. شو بعمل؟ ما حبيت إزعاجك، تعرف كان عندك ضيوف. ليك عمر اسمعني، بعرف إنه نريمان خانم بتكون مرت عمك، بعرف كمان إنه هاد خيارك تشوفها أو حتى ما تشوفها، بس بتعرف هي شو ساوت فيني؟ يعني أنا ديما، أنا شفت مرت عمي مشان هالموضوع لحتى أضمن إنه ما بقى تزعلك مرة تانية. يعني شفتك كرمالي أنا؟ يعني مو أكتر، وما كان في داعي تعصبي وتروحي. شو بيعرفني؟ أنا ما شفتها غير فجأة طلعت بوشي بالوقت يلي كنت جاية وحاملة الجراس ومبسوطة بحالي. ايه تعي لهون دمدوم، شو كنتي طالعة مهضومة حاملتيون وجاي؟ شو بس انت يلي بتفاجئ؟ يعني بتعرفي شو معنات الجراس؟ شو رأيك؟ مبسوطة كأنه اليوم؟ في سبب لحتى أنا ما أكون مبسوطة؟ معك حق ديما، يعني نحن ضيعنا وقت كتير، من زمان كان لازم نكون سوا، بس ضاع الوقت على شيء سخيف. الوقت والزمن ما نون شي عمر، المهم هلأ انه نعيش اللحظة. انتي عم تقولي هالكلام؟ شو مفكر ما في حدا غيرك فهمه؟ يا عمري تعي.
أمير، لازم نحكي مع بعض كلمتين. اللعبة انتهت وهالقصة لازم تتسكر. خلصنا، فينيتو. قلتي فينيتو؟ بالضبط هيك. من بعد هاللحظة خلص بدنا نعيش بقى بلا هالمشاكل والقصص. ما عاد بدي لا كذب ولا حتى نصب. وانت كمان خلص فيك تنسى موضوع ديما وتزته وراك، يعني صرت حر. لا دقيقة دقيقة، هيك وبهالبساطة؟ يعني انت تراجعتي عن لعبتك؟ ايه بهالبساطة، وهالهبلة بالأصل ما قبلت تاخد الورتة. وإذا بتصدق حتى أنا هالورتة ما عاد بدي إياها بنوب، هالمصاري هدول ما رح يخلوني مبسوطة. وهلأ لفهمت أمير، أنا كتير تغيرت. أنتِ مقتنعة بالشي اللي عم تقولي؟ لا تكمل لا تكمل، إذا بتريد لتطلعني عن الطريق الصحيح لأني وعدته لعمر. أنا خلص تربيت ومن هلأ ورايح لا عاد كذب ولا لف ودور. أنا قررت أعيش كإنسانة طبيعية، أو خلينا نقول قريبة على الإنسانة الطبيعية مشان ما أكذب. وأنا عم أقول هيك بقعد بزرع ورد بالحديقة وبعمل مونة الشتاء للبيت، وإنت كمان عيش حياتك مثل ما بدك. حياتي إنت حر. عن جد هيك خالتي؟ يعني خلصتي شغلك معي وإجيتي لحتى تقولي لي الطفل ساوي اللي بدك يا يعني هو هيك تقريبا، بس بالضبط يا روحي. بس شوف كيف كان كل شيء هون حلو، وهي إجيت وتقابلنا، وهي انت تسلت لك شوي بهالشركة. يعني صارت القصة بإيدك، إذا بدك ابقى أو بدك روح. بس اسمع مني يا روحي، طلع على طول بدك تزورني مشان ما اشتاق لك يا حبيبي. دخيل قول وش ما احلى، بشوفك يا روحي.
سيلا خانوم، عملت كل البحوث اللازمة بخصوص باسيونس لقدم لك ياهن. عنا هذا الملف بيتضمن تحليل التسويق وتحليل للعملاء وفي تحليل للمبيعات، وطلع انه بضاعتهم مطلوبة كتير بالسوق يا خانوم، ونحنا لما نزلنا على الموقع انه رح نسوق لباسيونس بلشت الرسائل وناطرين انه البضاعة تنزل. يعني فيكي تقولي انه خبر باسيونس رفعنا نسبة المتابعة بشكل كتير كبير. ممتاز. طيب والتحليل الرقمي حطيته بالملف عدنان؟ والله راحت عن بالي يا خانوم، بعتذر منك عن جد نسيت هالشغلة هي، انا رايح فورا ساويها. يلا. طيب Buenos días, Steel Vagón. صباح الخير. صباح النور. سلمت سيارتك للكراج تحت والمفاتيح معهم كمان، عن جد شكرا كتير. يعني حابة نحكي بسيارتي؟ شو بيعرفني؟ أنا كنت بدي اتصل فيك المساء، بس قلت بلا ما أزعجك وقتها، وإنتي مع لارا قلت بلا ما ألهيكي عنا، ولهيك ما اتصلت. كان لازم اتصل؟ ما بعرف. انت منيحة؟ منيحة منيحة. وانت؟ المعرض. ليش شو بو المعرض؟ يعني كان منيح، كان كتير حلو. ايه كان حلو. أنا بعرف في مطعم إيطالي كتير حلو، أكله طيب كمان. إذا بدك منروح، يعني إذا كنتي فاضية. ما بعرف هلأ، نحن بنص الأسبوع ولارا في عندها مدرسة، بس إذا قدرت أتركها مع أمي. إذا بدك خليها تجي. أكيد لا، ما بيصير، لأنه في مدرسة ولازم تنام بكير. خير عدنان، شو بدك؟ سيلخانوم جبت لك التحليل، التحليل الرقمي للمستهلكين. ايه ماشي، انت اتركن هون. حاضر، رح حطن قدامك يا خانوم. ايه طيب، تقدر تطلع هلأ. ماشي، اذا ما بدكن شي تاني رح اطلع انا لكان. ايه رح اطلع من هذا الباب. غسان بهيك جاكيتك كتير حلو. شوفي بنتي، وهي الملفوفة جبتها مشانكن، هلأ بتشوفيني شلون عم ساويها، وبس تتعلمي بتساوي لحالك. ماشي خالتو نوران، نحن هيك عم نعزبك معنا. ولو بكرة بالشتوية بتحطيه جنب الفاصولية وهالأكلات بيطلع كتير طيب. ومع المخللات ما في أطيب منه، نسمعي مني. مزبوط. ها أنا رح شوف مين على الباب. أنتي يا بنتي بس كملي تعبايتهم. أهلا وسهلا يا بنتي، مين بدك؟ والله أنا جاية لزور أختي، وطفى موبايلي ما قدرت أحكي معها. بس مين هي أختك؟ ما عرفتها. هي اللي ساكنة مقابلكم. عايشة بنتي؟ أختي. أهلين وسهلين. أنا اشتقت لك كتير. خالتو نوران هي أختي الكبيرة دارين، هي ساكنة بالضيعة. أهلين وسهلين فيكي يا بنتي. شكرا. ما شاء الله عليكي بتاخدي العقل. شكرا، هذا من ذوقك. تفضلوا لجوا، خليني ضيفكم شاي قبل ما تروحوا. شو رأيكم؟ هلأ بتكون تعبانة من الطريق خالته، بس أكيد بعدين منجي. ماشي، بس أعكن ما تجوا. ها؟ إيه ماشي، أكيد رح نجي. توبري قلبي شو اشتقت لك يا أختي. وأنا كتير مبسوطة أني إجيت، كتير كنت مشتاقت لك. يلا يلا منشوفك خالته نوران. عم انتظركن يا صبايا. إيه خلص أكيد. ما شاء الله ما شاء الله، شو هالبنت ما شاء الله. عمر، في اجتماع بعد شوي. اي اجتماع؟
مو حكينا بالمعرض انه رح نتفق مع ستيل؟ وعلى علمك راح امير شي؟ ما بعرف، على الاغلب راح، يعني هو ما قال لي انه رايح. الحقيقه وانا ما سالته. شوف على هالحاله يا زلمه، عمر هذا الشاب مو كان رفيقنا؟ وهلا قاعدين ناطرين انه يروح؟ لا ولسه انت بدك اياه يروح. ليش حابب انه يبقى؟ والله مو ناوي ادخل حالي بهالموضوع، يعني اكيد رح تكون غريبه شوي انه يبقى بعد كل شيء صار. شوي؟ عمر بلا هالموضوع الفاضي هلا، امير ما بيبقى بمطرح ما عم يتسلى فيه، اكيد راح، ليش بده يبقى؟ وهلا في نسخة عن الاتفاق بالملفات يلي قدامكم، انتوا شوفوها بالاول وبعدين بنحكي. صباح الخير. أنا جاهز، فينا نبلش. عمر، عمر لو سمحت. في شي مشكلة هون؟ لا لا اطمنوا، بدنا نحلها هلأ. عمر خلينا نحكي ماشي، أصلاً المكان مو مناسب. يلا شريك أنت حلها. يعطيكم العافية. أنا رح شوفه وبرجع ماشي؟ ديما مرحبا. بعتذر بس كنت باجتماع. ولا يهمك، بس قلت لحالي خليني امرق عليك، وكمان انا رفعت الحراره، اذا بدك بتقدر تنزلها. لا 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 عادي مو مشكله. انا بتشكرك على اللي سويته امبارح المساء، يعني شكرا عن جد كلك ذوق. ما عملت شي لتشكريني. انا بعرف، بس انا حابه اشكرك. احيانا بننسى نركز على الشي الحلو اللي موجود عنا، وبرأيي مو غلط كل فترة نذكر حالنا بهالحكي، وأنا بالفترة الأخيرة عم حاول إنه طبق هالفكرة. حكيك منطقي، وبما أنه أنا هون خليني أعطيك فكرة عن التقرير اليومي. بتعرف التهينا هاليومين والشغل تراكم. إيه تفضلي. آخر دفعة طلبيات إجتنا أكبر من المستودع تبعنا، ولهيك استأجرنا مستودع تاني 3 شهور. إيه كل الأمور تمام، والبضاعة رح توصلنا بهالفترة. حلو. غسان بس فهمني شوي، لأنه أنا بصراحة عقلي رح يطق. هالزلمة ليش موجود هون؟ معلش توضح لي. أوخ يا عمر هذا أمير، شو ما بتعرفه؟ لا بعرفه ولا بدي أعرفه، يعني أنا بحياتي ما شفت هيك شيء. خلينا نقول هو قبلان، نحن ليش نشتغل معه؟ أنت ما بتعرف هالزلمة، نحن بنعرفه. أنا اللي بعرفه الأمير هو الزلمة اللي جابته مرت عمي ناريمان، ومعروف ليش جابته لهون. ذكرك بهالشي؟ يا عمر خلاص، هذا أمير يا الله. عمر هالشغلة بس ليتسلى وبتعرفه. صحيح هاي كانت كلها غلط بغلط. غسان أنا هالزلمة ما بوثق فيه، ولهيك مالي حابب إني أشتغل معه، مفهوم؟ وحتى مو حابب إني شوفه. أوكي أنا موافق على كل شيء، ماشي كله أوكي، بس لنفكر شوي. ستيل هي شركة ولا هي أمير؟ سيلا صاحبة الشركة مو أمير، ماشي؟ وبعدين نحن بدنا ندور على مصلحة شغلنا ولا عليه، وحط المزح على جانب، شغلنا معه مهم كتير ورح يفيدنا، ليش ما منحط شغلنا بالأول بلا أمور شخصية مشان نستفاد؟ عن شو عم تحكي؟ فيك توضح لي أكثر؟ أخي ما بعرف عن شو عم بحكي، خلص ما بعرف. عمر كرمالي لبقى تتسرع، فكر شوي لو سمحت. عمر بترجاك شغل عقلك. كرمالي لو سمحت فكر أكتر. اتفقنا شريك؟
وديما وين مختفية لهلا؟ واليوم لازم نفرغ كل الشحن. أنا رح أحكي مع الشباب هلا. بصراحة ما بتوقع يصير مشاكل، بس إذا صار شي بخبرك فورا. اتفقنا. عفوا، أنا لسه يومي ما بلش لهلا، طبعا لأني ما شفت وشك. ديما إذا عندك شغل اطلعي. لا ولا يهمك، خلينا نخلص. لا روحي، ما في داعي. أمير بيك صاير شي اليوم؟ يعني هو أكيد أنا ما دخلني بشي، إذا مو جاي على بالك تحكي لي، بس إذا بدك تحكي. لا ما بدي ديما، أنا حابب أبقى لحالي لو سمحتي. مثل ما بدك، بس مع هيك إذا حبيت تحكي أنا موجودة هون. يلا بالإذن. ديما 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 وقفي استني، بدي أسألك شغلة. برأيك أمير بك كيف شخصيته؟ لأنه أنا دائماً بحس أنه منجذب شوي إلي. علينا داليا، هلأ فاضيين لقصص العشق والغرام تبعك؟ والله ما عم أفهم شو بدك. لك شو يلي ما عم تفهمي يا ديما؟ وانتي كمان عن جد هالفترة صايرة وحدة بلا مشاعر. اي مزبوط عن جد. هو بالعادة ما بتنطقي، واليوم ما بتنطقي زيادة. اي معك حق. بما أنه هيك أنا راجعة على الشغلة. ايه تمام، يلا إذا هيك بشوفك لكان. أهلين بحبيبتي الحلوة، أنا اشتقت لك. بهالسرعة اشتقت لي؟ يظهر أنه أنت ما اشتقتي لي. ولهيك أول ما حكيتني اجيت ركض لعندك لهون. كأنك حليانة اليوم ما؟ هو كأنه الواحد لما بيكون مبسوط بيحلى. لحظة لحظة، شو هالحكي هاد؟ خلينا نعمل مشروع المساء، يعني بعد الدوام. ايه منعمل، تكرمي. شو في ببالك؟ انا بيجي لعندك وانت بتساوي لي اكلات لاني اشتقت لطبخك. من عيوني يا ديما. شو بدك تطبخ؟ شو ما بدك انتي. اوه حلو كتير، هلأ طول اليوم بدي افكر شو اكل. على كل ان يلا لازم روح. ايه يلا روح. ما بطول عليك عمر. اي ماشي بابا، شكرا لك، يسلموا كتير، يسلموا. بتمنى تجي لعنا، عم نستناك، الله معك. شو هاد يا عمر، عن جد انت رجال. يا سامي بيك الحقني. شو في مايا؟ ناريمان خانو. شو صاير لناريمان؟ هو لازم انت تشوفه، لازم تشوفه وهلا بسرعة. يا الله شو فيه. ناريمان، ناريمان شو عم بتسوي؟ سامي ليكون نحن متوعدين اليوم وانا نسيت. اي انا لسه ما جهزت حالي، اما معلش تستنى بدقيقتين بكون جاهزة. ناريمان حبيبتي انت منيحة. منيحة كثير. وانت شو اخبارك؟ شو مانك مشتاق لي سامي؟ اطلع فيي، مو هداك اليوم اخذتني لمحل حلويات كانوا اكلاته كثير طيبين وبدي تاخذني لهونيك مرة تانية. مايا شو عملتي لها للمرة؟ والله انا ما عملت لها شيء يا سامي بيك، من الصبح فائت وهي بهي الحالة. أمي شافتك وانت جاي لهون؟ إن شاء الله ما تكون شايفتك، هلأ بتقعد تسألني 50 سؤال. يلا دخيلك تسأل. انت شو أخبارك وسرحان كيفه؟ سرحان مين؟ لا ما عم صدق شو سكرك فيه. مين هاد سرحان؟ هاد رفيقي بالجامعة. يعني عن جد هي شكلها رجعت بذاكرتها لقبل 30 سنة، ما هيك؟ اي سامي انت ليش عم تطلع فيني هيك؟ طلع لا تكون مشاعرك بردت ناحيتي. هو حكيت انا مع سوزان، بدي اقول لك شغله. شوف انا ما حكيت شيء لسوزان عنا ماشي، هي اللي دايما بتحكي عليك وبتقول واحد نسونجي، بس انا ما بصدق بنوب، انا بصدقك لك انت يا روحي. يعني هو كان نسونجي من الاول وانا مفكرته مل منا. اي سامي لك احكي لك شيء كلمه، وهي المرة مين؟ لا تكون خدامتنا الجديدة لأن القديم قلعتها، وهي كمان شكلي رح قلعها. شو اسمك انتي؟
يلا. أهلين عائشة، فوتي فوتي يا بنتي. مرحبا خالتو نوران. أنا أجيت لحتى نخلص المخلة، تضايقت لأني رحت وتركت. أنا خلاقي ضيقة يا بنتي، ما بقدر أقعد وأستنى. هاي عملتن وخلصتن، مشي الحال. خالتو نوران عملتي لي تبعاتي كمان؟ إيه عملتن وخلصت منن. ما قدرت ساعدك يا الله، بس ما كنت عرفانة إنه رح تجي دارين لعندي. وليش اجت هيك لا أحمل دستور؟ بس إن شاء الله ما يكون فيهم شيء أمك وأبوكي. لا الحمد لله هنن كتير مناح. أمني هي قررت تسجل بدورة محاسبة وجت كرمال الدوام. هو بالحقيقة أبي ما بيسمح لها، بس هي طلعت من البيت على أساس بدها تزورنا وجمعت مصروفها كمان، وهلأ بدها تروح هالدورة. برافو عليها هالدارين، أكيد لازم تدرس مشان تشتغل. إيه ضروري أكيد، أحسن ما تصير تحت رحمة زوجة، هيك بتصون كرامتها. يا بنتي ما بصير تفكري بهي الطريقة أبدا، الواحد يعمل اللي بيقدر عليه بهالحياة، بعدين شو بيصير الله وحده هو اللي بيعلم. مزبوط. يعني أختك بدها تضل عندكم فترة منيحة ما هيك؟ إيه يبدو هيك. لك يا بنتي شوفي شو خطر عبالي، بما أنه أختك بقياني هون خلينا نعرفها هي وسمعوا على بعضهم. شو رأيك؟ كيف يعني؟ لك يا بنتي لا تفهميني غلط، هنن الاثنين عزابية ما هي؟ وسمعوا شب منيح ما في منه. اي والله انا شايفتهم كتير لابقين لبعض. وقفي خليني اتصل بنهال. وين موبايلي؟ ها ليكو. الو نهال، شوفي شو خطر عبالي. هل اتركي لي هالشغل من ايدك وبعدين بتكملي؟ اي اسمعي شو بدي اقلك. ليكي مدام ثبت الكعب خالصين. شو قلتك زبط؟ أكيد زبط. إيه ما بقي كتير ناس بتعمل مثل هاي الموديلات بيلبسوا؟ طبعا في ناس بتلبسهم يا ابني، معقولة ما في؟ ويلي بيتعود عليهم ما في يلبس غيرهم. هلأ بتسألني الواحد بيتعود على بوت معين ما في يلبس غيره، معقول؟ شايف ممدوح بيك اللي ساكن هون مقابلنا ما بيلبس غير من هالموديل؟ إيه؟ وأصلا هالموديل أنا بعمله إله. إيه منيح، وبس موت بدي إياك تعرف تساوي منه. يا معلمي لا تحكي هيك يا ابني، هي الدنيا وحوالها بسيطة، ما نحن كلياتنا رح نموت بالآخير، لهيك بدي علمك كل شيء، لأنه هي المهنة في إلى أصول وإلى قيمة. ايه والله. قطعة واحدة من الجلد بدون خياطة، طرية ما بتوجع الرجل أبدا. ايه بيجوز بالمستقبل بترجع موضة هالموديل وبتكون معلم، وبيجوز تاخد السوق كله. تسلم يا معلم. بس انت دغري بتتعلم، هاي عملتها من اول مره، والله برافو عليك.